دلوقتي احنا عملنا 2 مدورين اهمت، هنوريكم بس الفكرة احنا هنعملها ازاي. هجيب حتة كريمة كده في الصينية من تحت، احط واحدة كده تمام، واجي ديت ده شربوت اسقيها شوية كده، لان دي التورتة بيبقى دلع مبيبقاش مسكر زي الكيكة العادية، فلازم تسقيه مية بسكر كده او شربات اللي بتعمليه الكنافة والبسبوسة، ودايما اعمليه وخليه عندك في التلاجة. كده هفرد الكريمة هنا، كده كده فردنا الكريمة اهو. الفكرة دلوقتي في ايه؟ ان انا عملت دي كده دوران ده، وعملت باللف الكريمة قطعت دي شرايط، كل شريط احط عليه حتة كريمة زي دي كده تمام، اخليها بعدين احاول الفها بالراحه خالص معايا طول كده تمام كده الكفايه. ايوه، وهاني اروح موقفاها في نص التورتيه هنا كده تمام. وهنعمل الثانيه زيها بالظبط، هعمل الثانيه كنت عايزه الفها هنا تانية كده لازم اشيلها تمام، واروح جايباها هنا كده ونفتحها على الثانيه كده، هنعمل واحده كبيره شايفين معايا. هنعمل الثالثه الشريط ده كمان. طبعا انا عامله عيارين، وصورنا التورته دي قبل كده بعمايلها، عملت عيارين، عيار عملت الدورانين بتوع القعده تحت والوش من فوق، والعيار الثاني عملته شرايط زي ما انتم شايفين كده، وكل شريط هاخده احشيه كده بالكريمه واروح جايباه الفه. دلوقتي هو لفت الحاجات كلها على شكل ورده، خلصناها هو لف كله اهو. هنحط كريمه بقى، ونحط الطبقه الثانيه بتاعه الكيكه اللي كنا قايلين لكم عليها في اول الفيديو. ماشي يا عودة، نجلس دي برضو كده بالكريمة كده كده. احنا بس قلنا نعمل كيكة قبل ما قبل الفيديو علشان ما نكبرش عليكم الفيديو. احنا بعدين احنا عملنا قبل كده يا عودة، عملنا الكيكة دي قبل كده، عملنا الاسبونج. ما هو ده الاسبونج، الاسبونج جاهز عشان تبقوا عارفين كده. بس دي مرة تانية بقى، اروح جايبه دي قلباها كده قلباها كده تمام. استنى عاوزه اقول لكم على حاجه، اوعوا تحسبوا ان احنا هنسيبها كده، لا احنا لسه هنزوقها من هنا. احاول ابطل كده شويه اهو، اريح 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 كده هنا كده علشان تبقى على قد الدوران بالظبط. برافو عليك يا اودي، برافو، بس كده تمام. شايفين؟ هجيب بقى برضو الشربات، حط عارف ان بقى اما تبقى الكيكة طرية كده هتشربوا على طول. برافو شطورة، ماشي يا اودا. اسكتيني بقعد معاكي كتير ساعة لما بتعملي الحلويات دي، فبفهم منها بعد ما انت بتكوني قاعدة تقولي لي ده بيعمل كده وكده، يعني بتقعدي تفهميني. طيب احنا هنعمل بقى الكريمة اللي فاضلة دي للجناب،
وانا دلوقتي بسيح شوكولاته وهوريكم برده هنعملها ازاي من على الوش بقى الشوكولاته. ادي اللبن هنحط كده. انا قاعده بطبخ مع بابا. كفايه شويه دول. بصوا يا جماعه احنا جبنا اللبن سخن يعني ما غليناهوش. لا سخن. لا سخن بس. هنقلب. هي اللبن الدافي. نقلب. لازم يا جماعه حته الزبده دي هتديها لمعه حلوه خلاص. هنقلب عشان تسيح. شكلي كده هاخد الشوكولاته بتاع رغد. تمام. كمان 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 اقلب اقلب شويه كده وارجع لكم. ولا خير نقلب شويه الشوكولاته بعد ما سيحناها حطيناها في الثلاجه شويه. قوم تقلبه دلوقتي نحطها هنا. عشان احاول اجيبها على الوش كله كده كده احلى جناش للشوكولاته هي الطريقه دي. تسيحيها بشويه لبن بس مش كتير ما تكتريش عليها اللبن. حطي لها حته زبده صغيره. ممكن بقى اعمل كده. اجي بقى على الحروف وانزل بالراحه عشان تنزل على الحرارة. كده انا غلفتها كلها. بصوا جلست كلها اهي. بصوا شكلها جميل قوي. هاجي على الشوكولاته اللي انا بشرها دي احطها كده هتعمل شكل برضو ليها كده. يا ماما تمام كده. شوكولاتة بيضة مبشورة برضو مع الحروف كده. تذوق التورتاية ده بقى براحتك. كل واحد ليه ذوق معين في التذويق. كل واحد زي ما هو عايز. الشوكولاته عماله تسيح في ايدي. ايوه بس بسيطه جدا ورقيقه وحلوه و... كده تمام. عندي السطر التاني. ايه رايكم كده؟ خلاص احنا خلصناه اهوت. دي هتحط في الثلاجه ساعه عشان الشوكولاته والحاجات دي كلها تمسك مع بعضها وبعدين نقطعها.